يعني حاليا أنا أعتمد على الإحصائيات عن طريق الأرشيف اللي موجود عندي، وكذلك الصور أيضا اللي تحصلت عليها، كل صورة هي يعني وياها حكاية. لم أكتفي بالأرشيف الصحف أو الصور، وإنما انتقلت إلى الأرشيف المرئي، واستطعت أيضا الحصول على يعني مباريات نادرة ولقطات نادرة للفرق العراقية، ولا نزال مستمرين بال يعني بعمليات البحث، ليس فقط أن نخدم الإحصائيات عن طريق الأرشيف، وإنما نريد أن نكون مكتبة أرشيفية تكون زاخرة يعني للإرث الكبير اللي نمتلكه بهذا المجال. كل العراقيين